عارف جائحة هو شيء عرضي غير متوقع، عكس الأزمة. يمكن الأزمة دائما بيكون في العمل الإداري أو العمل الفني، بنتوقع إمتى تكون الأزمة وهنستعد أو هنستعد ليها إزاي. الجائحة شيء مفاجئ عرضي بيصطدم به الإنسان أو المجموعة أو الكون. ده اللي حصل في كوفيد 19، فأصبح العالم كله بيتحرك وهو يعني بيحاول يحترس أو بيحط إجراءاته الاحترازية في كل قطاعاته المختلفة. لكن العمل كله ذهب باحترام تحت مظلة واحدة في العالم، هي الـ WHO أو منظمة الصحة العالمية. ونقل هذا بالطبع إلى وزارات الصحة في كل دولة من الدول، وده المودلينج أو النموذج اللي كان موجود في مصر هو هذا الدور الحسيس والقوي لوزارة الصحة المصرية ومتابعتها بشكل كبير جدا لكل تعليمات وأشكال ويعني النماذج المختلفة دي لنظام الصحة العالمية. كان لنا في إدارة الرياضة نظرة، وكان نظرة سريعة جدا، إن وجهنا بعمل لجنة عليا طبية وضمت العديد والعديد من الخبراء والخبرات الحقيقة، وأسها الفاضل المحترم الدكتور محمد سلطان، مع نماذج خبراتية مختلفة. وكان يعني الباك اب والظهير لهذه الفكرة هي وزارتي الشباب والرياضة وأيضا وزارة الصحة. في الحقيقة بعد دراسات وبعد بحوث وبعد تحاليل وبعد حاجات كثيرة جدا، لكن كان لازم تكون في وقت قليل، حطينا نظام جديد سميناه الكودينج سيستم. الكودينج سيستم حطينا كل الافتراضات اللي ممكن تكون موجودة. كمان حصل مزج ما بين علوم الرياضة المختلفة سبورت ساينسز ودراسات الإعداد والتأهيل والفترات المفروض تكون موجود فيها كل رياضة.